أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 49 مليون و174 ألفا و347 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ إطلاق النسخة الثانية للمبادرة في 31 من يوليو الماضي. كما أوضح وزير الصحة والسكان أن الحملة قدمت 384,516 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 108,801 خدمة تابعة للمبادرة الرئاسية للصحة العامة. كما قدم قطاع الطب الوقائي 67,161 خدمة، بالإضافة لتقديم 94,746 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.